عليكم مبارك عواشركم. معكم العوني بائع الدجاج في سوق الحد بكادير. فيما يخص هذه الحرفه ديالنا الحمد لله، المهم احنا الله يجعل البركه بعد العيد بطبيعه الحال شويه، المهم كاين شويه ديال الرواج، غير هو ذاك الرواج اللي كان وذاك الشيء اللي كان في الايام العاديه ما بقاش مع الجائحه هذه، الله يبعدها منا واسمته. الحركه شويه بالنسبه مقارنه مع العام اللي فاتوا بطبيعه الحال كاين واحد الشيء ديال الركود، كاين واحد الشيء ديال اسمته حيت الاقبال ديال الدجاج بالنسبه للحجاج وبالنسبه للمناسبات وبالنسبه للحفلات وبالنسبه لاسمته كان اقبال. دابا لا، دابا الحفلات ما كاينينش والاعراس والمناسبات واسمته ما بقاوش، والحمد لله على كل حال. المهم الأثمنة مزيانة، الأثمنة في المتناول. إلا كان ممكن تقربنا من الأثمنة يعني. الأثمنة كاين الدجاج الرومي داير 15 درهم، البلدي داير 70 درهم، كاين الكروازي داير 30 درهم، كاين الكوكلي داير 12 درهم، كاين الحمام داير تا هو 12 درهم، كاين البيض داير 85 فرانك، كاين البلدي داير درهم 80. الحمد لله المهم كاين الموجود، كاين الموجود. كاين ربما المواطنين غائبين. حتى المواطن كاين الموجود راه مع الاعياد والناس الناس مع عطله ربما. هكاك هذاك الشيء اللي كاين. المهم باقي الناس عندهم الحولي وعندهم سميت، والاغلبيه دابا الناس اللي كيبغوا يرتاحوا وذاك الشيء كيمشيو للمقاهي، المقاهي الحمد لله كاين كل شيء، كاين متوفر اي حاجه متوفره عندهم. معكم حجيب رضوان من سوق الحد بائع الدجاج. وبالنسبه للرواج ديال هذا العام، دوك الكوموندات اللي كانوا ديال العراسات والناس غيديروا مناسبات داكشي تلغى، وحنا دابا خدامين مع الناس الكليه اللي كيدي واحد جوج هذاكشي اللي الوكال معهم خدامين. ما بالنسبه للعراسات راه ملغيين، وكنا كنخدموا مع الحجاج من وراء العيد حتى هما راه داكشي ملغي. اي والله بعد علينا هذه الجائحه وتقاد الامور. بالنسبه للاثمنه ثمن مناسب اللي كاين، كاين الدجاج ما بين 15 درهم هو اللي كيدير كاع تقريبا. طال الخير الحمد لله. كيبدلوا راه الاصحاب كيبدلوا راه واحد جوج راه كيديوها على حساب المناسبات اللي ما كاينينش، شكون القاعات والاعراس وداك الشيء كلشي محبوس، هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء باش تاثر القطاع شويه. كاين دابا الاقبال على الدجاج الرومي فقط هو اللي كاين موجود، ديما البلدي راه مازال ما كاينش حتى نهار 30 ان شاء الله. الرومي هو اللي كاين ولا الكوكلي، بالنسبه للكوكلي كيدير 13 درهم البياسه، الرومي 15 16. البلدي كيمشي حتى ل 75 درهم، واني ما كاينش اليوم ما كاينش.